ما الذي تنتظره الولايات المتحدة الأمريكية؟ تخصيب لليورانيوم عالي بنسبة 60%، هذا اليورانيوم المخصب الآن تقارير واضحة جدا كما نتحدث تصل إلى اليمن للقاعدة لجماعة الحوثي، يمتلكون الصواريخ البالستية، يمتلكون الطائرات المسيرة للقيام بما ممكن أن يقومون به. ممكن لهذه اليورانيوم وهذا اليورانيوم المخصب كما تفضلت أنه كان أيضا في بيروت، في مرفأ بيروت، في هذه الحادثة الخطيرة للغاية، قد تصل للفصائل في سوريا، لا نعلم، هذه كلها تفاصيل من الممكن أن تجد طريقها. ما الذي تنتظره الولايات المتحدة الأمريكية يا سيدي الكريم؟ البعض يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدفع إيران للوصول للقنبلة النووية، ولو كانت تريد العكس لما جعلتها تصل إلى هذه المرحلة وتخصب اليورانيوم إلى نسبة 60%. منعوا العراق في دقائق، منعوا سوريا في دقائق عندما اكتشفوا الأمور، وضربتها إسرائيل طبعا وبتزكية مباركة من الولايات المتحدة الأمريكية من تحت الطاولة بكل تأكيد، هم سمحوا بهذه الأمور. ما الذي تنتظره واشنطن؟ لا، هذا سؤال جيد وبمحله، ودائما نسأل هذا السؤال، لماذا أمريكا؟ لما أنا فلذلك الأمر بدأت بحديثي بالتفرقة بين السياسة العميقة للولايات المتحدة قبل 2009 والرئيس أوباما ماذا فعل بأمريكا مع اليسار الدولي. اليسار الدولي عم بيخرب أمريكا من الداخل، فلذلك الأمر لقينا أنه بال2015 بيقوم الرئيس أوباما بيعمل اتفاق مع إيران، وبس يجي الرئيس ترامب، إذا كان هنالك استراتيجية بالفعل من قبل أمريكا على دعم إيران بالنووي، ما كان انسحب الرئيس ترامب. ولكن اليوم صفت أمريكا أمريكيتين، أمريكا المحافظين اليمين واليسار المتمثل عند الحزب الديمقراطي. وتسأل اليوم لماذا يدعمون هذه الأنشطة؟ لأنه هؤلاء بيعتبروا أنه يدعموا مجموعات مثل هؤلاء، ونحن عم نشوفها بمؤتمرات دافوس وغير مؤتمرات دافوس، انه بده يصفي في سيطرة في نهاية المطاف بين رجال سياسيين وشركات كبيرة، وهم يخططون لهذه الدول ما هي السياسة العالمية التي يجب ان تكون، وهذه تتناقض مع قوميات هؤلاء الدول، ان كانت هذه الدول بلجيكا، أما كانت فنزويلا، أما البرازيل، أما حتى الولايات المتحدة. وهذا الصراع اليوم موجود ضمن الولايات المتحدة، ما بعمرنا كنا شايفين هذا الصراع حتى شفناه مع تويتر. ومنيح اللي طلع شخصية مثل إيلون ماسك عنده الأموال الكافية حتى اشترى تويتر، وهلأ عم نعرف ما عمق هذه السياسة الخطرة اللي هي حتى متمسكة ضمن أجهزة أمن في الولايات المتحدة، متمسكة ضمن الحزب الديمقراطي والتيارات اليسارية وهؤلاء وكالات المعلومات، إن كانت المسموح فيها كدار نشر تعتبر دار نشر، أما غير دار نشر مثل تويتر وجوجل وهاودي. واليوم بدأنا بالولايات المتحدة، هي بدأت هذه الظاهرة بعهد الرئيس ترامب، يكشف عن خطورة الوضع ضمن الولايات المتحدة والخارج من اليسار الدولي. واليوم شفناها بإيلان ماسك لأنه عنده القدرة المالية يتصرف ضمن شركة تويتر، وسيكشف المستور ماذا كان يحصل منذ 10-15 سنة، ولكن هي أعمق من هيك، فاتت على جامعاتنا، فاتت على المناهج المدرسية، فاتت وين ما كان، تغلغلت هذا اليسار المدمر الغوغائي، فات على المدارس والجامعات منذ سنين عديدة بالنقابات بعدة مجالات دخلها وبالحركات العمالية، واليوم يظهر على حقيقته. واليوم علينا أنه مواجهته بدأت بالرئيس ترامب، عم بيكملها هلأ إيلون ماسك، وإن شاء الله مثل ما شفنا بالقمة اللي صارت بالدول العربية، القمة مع الصين، هذه ستفرز نتائج أنا بتصور بدها تكون إيجابية ضد الشر الذي ربما تمتلكه عدة دول في العالم ضد مصالح هذه الشعوب.